السلام عليكم، كيفكم؟ تمام ان شاء الله بخير. اليوم جينا لكم مقطع جديد بالحلقه الخامسه من لعبه محاكي الحوادث بمنج درايف لاجهزه الكمبيوتر. واليوم يا جماعه جيب لكم سياره فخامه اسطوريه مثل ما شفتوا بالصوره المصغره. اليوم اشتريناها، وطبعا سعرها شوي غالي بس معلش رح نظبط وضعنا فيها، وبنفس الوقت رح نروح نشتغل شرطه. في عندنا مهمات شرطه رح نورجيكم اياهم قبل ما نورجيكم السياره مثل ما شايفين. بس من جينا لهون في عندنا مهمات شرطه، قتمنا تنتين نحن، بقي عندنا ثلاثه مثل ما شايفين قدامكم. فراح نروح نشوف شو هن مع بعض، هل يا ترى مهمات صعبه ولا لا. طبعا راح نحدد عليها وين المهمه، هاي هي شايفين. بالنسبه لمهمات الكارغو، في عندنا هدول مهمتين ما بنعرف شو القطعه اللي لازم تركب على السيارات. في سيارات عم تركب عليهم، في سيارات ما بتركب. فلهذا السبب لازم نلاقي سياره تقدر تركب عليها قطع التبديل تبع الكارغو مشان تركب عليها حموله وهيك. فمع الاسف هذا الشيء ما عم نقدر نشوفه. فاذا كان لقيت حل لهالشغله هي ان شاء الله راح اعمل لكم عليها مقطع. بالنسبه لمهمات الكارغو، في عندنا هون في عندنا هاي وهي 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 اربع وحدات لازم نختمهم. فاذا كان ضل عندنا وقت راح نروح عليهم نختمهم مع بعض. فلذلك يا جماعه الخير قبل ما ابدا المقطع بتمنى لكم لا تقصروا معنا. صلى الله على محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تسلم للايك شارك تفضل تصحب صفحه كل جديد، ولا تنسوا تتابعونا حسابات الموجودين بصندوق الوصف. والله يا جماعه بترككم على المقطع ومشاهده ممتعه. وبسم الله ما شاء الله، مثل ما شايفين قدامكم سيارتنا الاسطوريه اللاند كروزر. يلي بيعرف موديل هالسياره بالضبط يكتب لنا في التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. كاب يا معلم، ما شايفين داخليه اسطوريه. شغل يا عيني يا عيني. طيب شد يا مدير شد. هدي، خلينا نرجع من ورا احسن ما نروح من هذاك المكان الضيق ونخبطه هلا ما ناقصنا. طيب المكان من هون غالبا. في حدا؟ يلا يا مدير. طبعا سيارتنا الكامري اللي اشتريناها بالحلقه السابقه مع الاسف بعد ما خبطناها وجبنا العيد بعتها بسعر يعني بتراب المصاري، لاني الله وكيلكم يعني طلعت من عيني. ان شاء الله بالايام الجايه رح نرجع نشتري واحده ثانيه تكون مزبطه هيك معدله ونعمل لكم عليها مقطع ان شاء الله. وبالنسبه لفكره جديده عم فكر اعمل فكره جديده، واللي هي فكره راعي السطحه. يعني نروح نشتغل على الونش، ندور على سيارات غرقانه طايحه بالوادي يعني مطبشه كذا، ونروح ناخذهم على مكان التصليح. وشو بتحبوا نعمل بهذيك السلسله اكتبوا لي في التعليقات شو السيارات اللي بتحبوا تجيبهم. ان شاء الله ما بنقصر بنجيبهم ونظبطكم. ف بسم الله ما شاء الله منيح ما خبطنا فيها، كنت خبطتها يا جماعه. راح اوصل المكان وارجع لكم مشان ما نطول. طيب يا جماعه قربنا نوصل مثل ما شايفين، هذا هو المكان. ارجع لك ارجع، قبل شوي كنت خبطت السياره يا جماعه. هدي هدي هدي، ايوه يا عيني عليك. تعالوا نشوف المهمات. في عنا هي المهمه غالبا رح نركب بهديك ونلحق هاي. طيب يا جماعه الخير مثل ما شايفين هي سياره الشرطه اللي اعطونا اياها. رح نمسك الحرامي فيها غالبا، رح نروح لعنده هو بغير مكان يمكن او هيك شيء. فرح نحاول نمسكه بدون ما نتاخر وبدون ضرر. رح نشوف وينه بالضبط. عطيه هي لقلك. هدي هدي هدي، طريقنا يسار 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 يا معلم يسار. هدي 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 شد. يلا 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 يلا، اطلع 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 اطلع. هي السيارة بتشبه اللاند كروزر مو هيك يا جماعة؟ طلب هرب، شفتوا؟ هذا هو الحرامي، هذا هو الحرامي. يلا وين راح تهرب؟ والله لا امسكك واذا بتروح على القمر، مو هيك يا جماعة؟ بس مبينته سريع شوي مو هيك؟ يعني المهمات صارت تصعب شوي مو مثل قبل. قبل كانت سهلة شوي، حاليا كل بالهم عم بيصيروا اصعب. طلع وينه؟ وين رايح؟ وين 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 وين؟ اوف 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 اوف، لف 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 لف. هدي وقف 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 لك وقف. رمش فتلني قتلني وبرم. هدي هدي هدي، وقف محلك 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 محلك، ايوه ثبت. حلو يا عيني عليك، يسعد دينك. حلو خلصنا المهمه يا جماعه الخير. طيب يا جماعه الخير مثل ما شايفين رايحين على المهمه الثانيه كمان للشرطه. المهمه الاولى الله وكيلكم ختمناها بس اعطونا نجمتين فقط، وحاليا رح نشوف مع بعض شو هي المهمه.
ومثل ما شايفين كسرنا سيارتنا كمان الجديدة، تحطم الموتور ما بعرف شو صار له. طيب في عنا هي السيارة، غالبا لازم نهرب فيها ولا شو ما بعرف، راح نشوف مع بعض. طيب حاليا نحن سيارة الشرطة كمان، ايه نحن الشرطة، اي انتو سهل، تعال نشوف. الله يستر. لا 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 هدبي، لا والله مبينته صعب. الطريق كله نزول يا جماعة، كله نزول. يعني هلا اذا بلف على اليمين انا بكمل ساوي، بنصير في نص المي. طلعت اللي وين راح؟ هدي 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 يا ويلي، شو عملنا؟ هدي هدي، وقف وقف، ما تتحرك ابدا. يلا يلا، لك وين راح تهرب؟ ختمناها واخيرا اخذنا 3 نجوم مثل ما شايفين. طيب المهمة اللي بعدها يا جماعة شو هي يا ترى؟ تعالوا نشوف الخريطة. المهمة الثالثة كمان تبع الشرطة، وينها وينها وينها؟ هاي هي؟ لا هاي، في عنا هاي، والله في كمان هدول. طيب بفكر نختمهم كلهم، راح اروح على هي مباشرة مشان ما نطول وارجع لكم. طيب يا جماعة الخير مثل ما شايفين جينا لهي المهمة، هي عبارة عن مطاردة، راح يلحقونا الشرطة ونحن نهرب ومدري شو وكذا، فان شاء الله نقدر نختمها كمان بأسرع وقت وبدون أي مشكلة. طيب هدول هن سيارات الشرطة مثل ما شايفين، نعملوا ستارت، خلينا نهرب منهم بسرعة. الله وكيلكم هي المرة الثالثة مدري الرابعة وأنا عم بجرب، مع الأسف عم بيمسكوني، لا ما بيمسكوني، لا ما بيقلبوني، لا أما ما بعرف تضرب السيارة مدري شو، يعني عم نجيب العيد كثير. فإن شاء الله نقدر نختم هي المهمة بأسرع وقت، اللي مليت منها الله وكيلكم. ويلي ويلي ويلي، سادين الطريق هون. طلعوا طلعوا كمان جاي واحد بوجهي. حاليا في 4 سيارات عم يلحقونا، راح نحاول اطلع من هون بسرعة. يلا يلا يلا، اطلع اطلع، ايوه هو اهم شيء ما تقلب السيارة او ما تخبط، هيك بتكون امورنا بالسليم. مثل ما شايفين في سيارة قدامنا يا اخي، كرمال الله افتح لي طريق، افتح لي طريق، فكوني يا زلمة والله العظيم. خلص خليني امرق، طريقنا يمين حلو. لا 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 لا، مو بالشجرة مو بالشجرة مو بالشجرة مو بالشجرة يا اخي، ما عاد تمشي ما عاد تمشي السيارة. يلا امشي 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 بسرعة بسرعة بسرعة. يا الله بصير في بعض اللاج لاني المكان مدري شلون. يلا اطلع 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 اطلع، يا عيني عليك، وقف هاي النقطة الخضراء. ستوب هير، حلو. حاليا كاني بيختفوا الشرطة، مدري شو بيصير، في عنا اشارة خضراء بتمشي فوق، شو بيصير ما بعرف، يمكن هيك بنختم المهمة. لا يا الله اجوا، لا مو وقته، هروب 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 هروب، مو وقته مو وقته مو وقته مو وقته. يلا ايش صار له هذا؟ ما قلنا عم يشوفني؟ غريبة، شي غريب يا جماعة. الخط الأخضر رجع يمشي، وبالنسبة لسيارة الشرطة واقفة قدامي، يعني ليش ما عم يمسكوني؟ معقول ما عم يقدروا علي يعني ولا ايش؟ طيب مهم مهم، يلا قربنا نوصل قربنا نوصل، يلا يلا الخط. ايش ختمناها واخيرا، اخذنا نجمتين ولا 3 نجوم ما بعرف. مهم حلو، اخذنا 3 نجوم مثل ما شفتوا. عفكر نشوف المهمة اللي بعدها، بس كيف راح نروح ما بعرف، لان السيارة عنا خالصة على الاخير يعني اتدمرت. فمثل ما شفتوا ختمنا هي، بقي عنا 3 مهمات شرطة يا جماعة، شو القصة؟ بالنسبة للليفل تبعنا مثل ما شايفين هدول تبعات الشرطة رايحين نخلصهم. في عنا هي المهمات ما ختمناهم ابدا مثل ما شفتوا، فشو رايكم نختم تبع الشرطة كمان؟ انتوا شوفوا لي على اللاند كروزر شلون ماشي يا جماعة، دمرته تدمير، الله وكيلكم. طلعوا خالص على الأخير خالص، فما بعرف كيف راح نوصل للمكان المهمة، يعني يمكن نوصل لهي المهمة وبعدين ننهي المقطع، لأني ما ضل عندي سيارة نقدر نروح فيها على باقي المهمات. فراح نشوف شو راح يصير معنا، أهم شيء خلي توصلنا بس لعند المهمة وخلص، ما عاد بدي شيء، يعني راح أوصل أختم المهمة وبعدين نبيع نكبها بالسكراب. طلع طلع طلع، هدي 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 هدي، لا 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 مو هون، أيوه
كمل 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 كمل، طريقنا يسار. لو في مكان تسطيح هون نقدر نصلح ونظبط كذا، بس ما في مع الأسف. راح نكمل بهالشكل هاد. جماعة اللاند كروزر معلم هلا عم يلطموا خالصين. يلا يلا ايوه امشي يلا يا معلم، الله يرضى عليك. بس وصلني لاخر الشارع، لاخر الشارع. لا 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 لا، هدي هدي هدي، مو بالعمود مو بالعمود. عيني عليك والله، اللاند كروزر يا جماعة ماشي ولا كأني في مشكلة ولا كأني في شيء. الوضع باللوز اللوز. طيب قربنا يا جماعة ولا لسه؟ يعني بس كرموا علينا خلاص حاج، بس تكرموا علينا يعني خلاص حاج. اللاند كروزر مات مات يا معلم مات. فرج موديله شلون صار. طيب يا جماعة الخير، مثل ما شايفين جينا للمهمة، وطبعا وين سيارة الحرامي ما بعرف. معنا فورد هون، الفورد معلم في مرتب ان شاء الله ما تلوص. لا 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 لا، هدي هدي هدي، مو من اوله مو من اوله مو من اوله مو من اوله. ما شفت السهم، والله ما شفت السهم. خلاص هدي. وين الحرامي يا اخي وين الحرامي؟ بس مسكون اياه مسكون اياه. طريقنا يمين ليسار يمين ليسار يمين ليسار. وين وين الحرامي يا جماعة؟ الحرامي وينه؟ ايه ما هو مبين وينه يعني؟ ما حاطين لا سهم ولا حاطين شيء ابدا. معقول راح ندور عليه يعني ولا ايش؟ يحمى قلبك كمان. صراحة يا جماعة الخير ما شفته، فما بعرف هاي المهمة كيف راح تنختم. وحاليا يمكن طولنا المقطع شوي، فان شاء الله نحاول نختم هاي المهمة في المقطع الجاي. مثل ما شفتوا يا جماعة الخير، جبنا العيد، كسرنا اللاند كروزر تكسير. فما بعرف شو راح نشتري سيارة تانية في المقطع الجاي. اكتبوا لي في التعليقات شو في سيارة بتحبوا تقترحوا علينا، ان شاء الله بنظبطكم اياها. تحياتي لكم، لا تنسوا الصلاة على النبي، ولا تنسوا من اللايك شارك في زر الجرس حتصلكم كل جديد، ولا تنسوا تتابعوا الحسابات الموجودين بصندوق الوصف، واعطونا رايكم بالفكرة اللي حكيت لكم اياها بالنسبة لراعي السطحة. وهلا يا جماعة بترككم يا بن الله وسلام.